أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. الاختناق على مسار العمل لتأليف الحكومة وازاه أمس اختناق مروري للمواطنين في سياراتهم، وإذ استمرت حركة الوزير جبران باسيل لتفريج الاختناق الحكومي تم تغيير توقيت التدريبات العسكرية لعرض عيد الاستقلال من أجل الحؤول دون اختناقات مرورية. فبعدما تحولت طرق بيروت الكبرى أمس إلى مرآة بالعذاب، حيث علق أكثر من 700,000 مواطن وغير مواطن في كل أوتوستراد وكل طريق وكان الاختناق المروري، اعتذرت قيادة الجيش من المواطنين بسبب إقفال بعض الطرق في بيروت لإتمام تدريبات الجيش الخاصة بالاستقلال. اليوم تدريبات عدلت، اليوم تدريبات والثلاثاء تدريبات. على مستوى مسار تأليف الحكومة، نقل صباح اليوم عن زوار الرئيس المكلف سعد الحريري أن لا مانع لديه من تمثيل النواب الستة اللي من خارج تيار المستقبل بمقعد وزاري من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، لأن لرئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية حر بتسمية وزرائه. والمفارقة أن النائب فيصل كرامي قال ذات الشيء على ذمة الناقلين. بمعظم الملأ يقول أخذنا الاستقلال عن الحضارة بس مش بالحضارة. معنا المهندس جون مفرج رئيس الحركة الاجتماعية اللبنانية. استاذ جون حبيبي، يعني طبعا تراكمات، اذا مش من 30 سنه من 40 سنه، واذا مش من 40 سنه من 20 سنه. هل يعني التواصل الاجتماعي ملخصه انه صار في نكت وتعرف تنكيت وما بعرف شو، انه نحن اخذنا الاستقلال عن الحضاره، يعني مثل الفرنسويه عم بيقولوا هلا، قال انه منيح خلصنا من لبنان اللي عنده هالمشاكل واللي عنده المزايا واللي عنده ما بعرف شو. شو رأيك؟ نحن بموسم الاستقلال. أنا الحقيقة اللي طبعا نحترم، أنا الحقيقة مثلك كنت عم بشوف الأخبار هيدي. أنا كنت عم بحترق، كنت عم بحترق وقت عم بشوف إنه هيك بدنا نوصل للاستقلال. أنا من أكثر الناس بيحترموا وبيقدروا وبعرف وضع الجيش. طبعا نحن مرفوض 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 ان ننتقد الجيش. انا بس كل شيء عندي انه اقول له لقائد الجيش عندنا طرق كثير، اللي هو بطل واللي هو مناقب بطل ما نعم. بعدين ليك ما في لزوم انا احكي عنه، ما هي امه من ضيعتي مش من زين، يعني مزبوط. ايه ما في لزوم اقول عنه بطل لانه حتى لو بطل رح تشوف وانا بطل. نعم. اليوم شو كان، ليش سبب السيارات عم بتزيد بلبنان وسنة الجاي رح يكونوا أكثر؟ نعم. أنا بتمنى نعم وعلى الساحل يعني بالمنطقة. أنا بتمنى من قائد الجيش ومن الجيش ومن الدولة، أساسا نحن عيد الاستقلال لازم يكون رمزي، لا عنا هالصليح القوي ولا عنا هالشي اللي منقدر، فمنقدر نعمله رمزي وبنقدر نعمله بمحل مش يعني اذا عملناه بالبيال محل اللي استقبلوا التدريبات عم تحكي ولا العرض؟ العرض العرض عرض. وقت اللي بيكون العرض هونيك التدريبات بدها تصير هونيك بتنحصر بمطرح فينا نعمله بدبي على اوتوستراد الدربي، فينا نعمله باليرزي. يعني اليوم اللي عم نعرضه هل هو شيء مميز؟ يعني طيب. ما عندنا شيء مميز. بيروت الكبرى من نهر الكلب للدمور بيروت الكبرى. اليوم يعني حضرتك مهندس وعندك دار عندك يعني مكتب هندسة كبير وبتنفذوا أكثر الأمور. إذا من الهندسة مثلا عرفوا أنه كل سنة بده يصير عجقة بالتدريبات، برأيك كان لازم مثلا قبل بجمعتين يألفوا لجنة عسكرية مدنية إدارية، يعني مثلا بيجيبوا من المحافظة، بيجيبوا ناس مهندسين، بيجيبوا ناس مروريين، بجيبوا درك وجيش وهذا وبيدرسوها. ما كان بدي اقول لك شيء، يعني ما كان في، ما فيهم يعملوا شيء، 100 لجنه ما فيها تعمل شيء. اولا سيارات صارت كثيره، ثانيا كان في شتي يا اخي، ما في مجال، ما في لجنه. الحل الوحيد ان نغير محل العرض. نحن حكينا اذا المقاومه حزب الله عنده سلاح اكثر من ما في بال، طبعا عنده سلاح قوي وبيوجه اوكي هذا نحن ما عندنا شيء، عشو بدنا نتفاخر نعمل العرض؟ العرض لازم يكون رمزي. طيب. رمزي وينعمل بمحل بعيد طيب. عن ال ناخذ الاستقلال من منحي السياسي. احترام لرجال الاستقلال، احترام للشعب اللي كانت عنده هالنخوه
انه بده استقلال، والشعب المستمر بهذه النخوة الوطنية. نحن شابوبا لكل الناس الوطنيين، ولكن اذا بدنا ناخذ الاستقلال بحد ذاته، هل نحن في زمن استقلال؟ هل نحن هلا يعني اليوم 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 بالتاكيد اليوم لا قبل اليوم هلا ليك وقت هو شو الاستقلال؟ نعم. الاستقلال انه يصير البلد حكم نفسه. يوم اللي كان في عنا رجال بالدولة كنا بنعتبر حكمين نفسنا، بالرغم من انه كانوا رجال الدولة يشوفوا التطلبات الخارجية او الدول المؤثرة بلبنان ويوفقوا بين مصلحة لبنان وبين هيدا، يعني يقدروا يجيروها. اليوم معترين ما عندنا شيء، كل مين عنده المهم كل مين مربوط ببرا. طيب خلصنا، الله يرضى عليك. نحن اليوم بأسوأ حالة سياسية موجودين بلبنان، مع العلم انه رح نجي لأحسن وقت بلبنان. طيب ليه بتحكي عن نكسة استقلال بترجع بتقول انه هيدي كبوة بنرجع مثل طائر الفضاء؟ المعطيات اللي عندي اياها نعم الدولية مش هون، هون كلياتهم ما بيعنوا ولا بيشتريهم. بس عندك يا خيي هيدا انا عم بحكيهم عن مسؤوليتي مش عن مسؤوليتك. عندك مسارات امريكيه، انا بقول لك المعطيات الدوليه اللي عندي اياها بتخليني اعتبر انه مستقبل لبنان ممتاز جدا جدا جدا. طيب اليوم انت يعني طبعا كل واحد بالعمل، حضرتك بالعمل العام والعمل السياسي والعمل التربوي، نحن بنعرف لك باع. اليوم وقت تلتقي دبلوماسيين أمريكيين أو غير أمريكيين، هل بتلاقي عندهم الانطباع اللبناني اللي هو دايما عنده نخوة عنده طيبة قلب، أم أنه في ألعاب أو في مؤامرات نحن ممكن نستفيد ليك منها؟ ليك بدي أقول لك شغلي. نعم. المجتمع الدولي كلياته عارف نحن وين رايحين، وبيحترم المحل اللي رايحين عليه وبيساعدنا عليه. هذا المجتمع الدولي. هلا في كثير بيحبوا ينزلونا لورا، بس انا اللي بدي اقول لك ايه، نعم، مش كل شيء بتشوفه سيناريو عم بينعمل هو مزبوط. ما بتعرف مين متخانق مع بعض ومين تحت الطاوله مع بعض. لا تسالني بهالموضوع بترجع هذا الكذب هون ونقطه على السطر. انت وقت اللي رح تعرف مين اللي عم بيتعامل تحت الطاوله رح ما عندك وشايب تقول لك راح يسيبوا شعره شايبونا راح يسيبوا راح يسيبوا. بس اليوم في مفارقه معينه، يعني في وجهه نظر بتقول انه ما زال الروسي موجود بالمنطقه تقريبا في عنده نفوذ معين، الامريكان مرتاحين مثل ما قلت تحت الطاوله لهالنفوذ، لانه لو كان الامريكان اقول لك شغله باختصار نعم بس خليني اقول لك وجهه النظر. لك ايش بدي من وجهه النظر؟ رح اقول لك شو عم بيصير. بيقولوا انه لو الامريكان هن المستلمين كل شيء كانت حركات الرفض والاستنفار وكذا بدها تقوم قيمتها. اليوم الروسي موافق عليها الامريكي من تحت الطاوله، مش من تحت الطاوله، نعم. فوق الطاوله. نعم. اليوم الاتفاق، وانا قلت هيدي من سنتين او من ثلاثه عندكم هون، الاتفاق الامريكاني الروسي شو؟ خي لبنان لألكون للامريكان وسوريا لألنا. ما في اختلاف اطلاقا عن تقسيم المنطقه هون. سوريا بتكون تحت النفوذ السوري ولبنان الروسي. تحت النفوذ الروسي ولبنان تحت النفوذ الامريكاني. واضح طيب. ما فيها شك هيدي. طيب. رح نكمل بهالموضوع وقت ولكن رح ناخده من باب غزه بس مش هلا. صار في هذا الاسبوع يعني محطه كثير مهمه بلبنان، يعني محطة وجدانية كتير كبيرة، وحضرتك من الكورة أيه. من الشمال أيه. صار فيه مصالحة شمالية فلبنانية أيه. يعني اليوم هذه المصالحة في ناس يمكن ما بتلاقيها، بس هي بالعمق هو بلش الانقسام المسيحي من 78 لك صار فيه بي 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 بأهدن، صار فيه بعين الرمانة، صارت 7 أيه. تموز بالصفرة 80 وصار تتالت الأمور، ولكن دل الجرح عميق. اليوم القوات اللبنانيه والمرده حريصين يقولوا انه هيدي المصالحه اول شيء وجدانيه بعدين بنبقى بنحكي بالسياسي. حضرتك ابن الكوره بدنا نفسر للمشاهد شو معاني هذه المصالحه. هيدي المصالحه كثير مهمه وممتازه
وكل الناس خصوصا المسيحيين بأيدوا، بس المطلوب أكثر من هيك وأبعد من المصالحات الشخصية بهالوضع اللي نحن موجودين لا. فيه المطلوب أكثر من المصالحات الشخصية، مطلوب التفاهم على استراتيجية للسياسة المسيحية كاملة، وهذا أمر منحتاج لقله للجنة حكمة. يعني بدنا حكمة، حكماء، حكمة، مش طبيب، حكيم، تيحط خطوط عريضة لهالسياسة اللي لازم نتبعها. طب ما في كمان شمعون سمع رح كفي لك لنحمي هالمصالحة. أنا قلت إنه كل اللي هني كل شيء هو تحت الأرض أهم من فوق الأرض، بما فيهم الأشخاص، يعني ما في كمين شمعون وفلين وفلين، إنما إذا في تضحية بدهم يضحوا، ما بدنا نضل قاعدين نخنخ ببعض، وإذا في نوع من الفهم، يعني بدي إياهم يدركوا إنه بهالموضوع هيدا ما في لعب بقى. نحنا عنا مشاكل كتير، بس نحنا المسيحيين من يوم الفيت السوري لحد اليوم السينا عم ناكل خبيط. ايه بس مش من ايدنا خيي، والله من ايدنا. اليوم انا بدي اقول انا طرقت، اذا بدك تفوت على الازمة الوزارية وانا ايه، بس قبل بدي اقول لك انه كانوا الفريقان حريصين انه يقولوا، طبعا في عندهم جمهور، انه هيدي شيء وجداني، وحتى الكومبورتمون الفيزيك مون كمان كانوا مضبوط، كانوا ما كانوا مرتاحين. لا سمير، لانه المواطن بده يقول قاعدين يضحكوا ونحن كنا قعدنا 40 سنه. ما هيدا ليش عم نقول؟ نعم. بدنا شيء اكثر من الوجداني. نعم. بدنا نفوت لا 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 ابعد من المصالحات الشخصيه. بس تحقق الوجدان برايك بهال؟ ايه تحقق وجدانيا مزبوط. وانا بلاقي نعم. انتبه لك، كثير ناس بلوموني كيف انا دايما بربط جوا وبرا. انا بلاقي هيدي فيها رضا، لحظه، اقليميه، اقليميه مش اقليمي، سوريه، رضا دولي، لانهم عم بهيئوا لبنان لدور كبير يلعبوا. يعني لا تقول سليمان باك هو صديق وبالعلن صديق من ند للند لبيت الاسد، ودكتور جعجع معروف شو وجهه نظره السياسيه. هل هالمصالحه بتساهم بجمع هال يا باك خليني اقول لك. نعم. خليني اقول لك، مش المصالحه بحد نفسها. لا بحكي اشاره، نحن اشاره، مش المصالحه بحد نفسها، انما المشروع اللي عم بينطبخ للبنان هو بحد ما. يعني مثلا انا من 5-6 سنين 10 سنين 12 سنة يمكن حكيت بلبنان مركز حوار الحضارات، وقت اخذت 5000 صوت بالكورة حضرتك. ما عم بسأل عن الاصوات. نعم. ما بيستاهل اني احط الافكار نسبة للأصوات، لأنه عندي بكل الكورة. نعم. بكل الكورة، صغيرهم وكبيرهم، نوابهم ووزرهم، ما بيعرفوا قد جزء من اللي أنا بعرفه. بحبوك. نعم. أنا بحبوني إيه، لأني إيه دمي. طيب. لا بكذب ولا بسرق. لنكمل. ولو وعدتهم بشي وما عملته، ما هني كلياتهم هو تبع الكورة، كلياتهم. نعم. اشتغلوا بالشعب. طيب من 12 سنة شو كنت تقول؟ كنت عملت مؤتمر لحوار الحضارات بجامعة الويزي. نعم. وجمعت أركان لجنة الحوار المسيحي الإسلامي بلبنان مع سياسيين، وكان برعاية دولة الرئيس تمام سلام، لأنه وقتها كان وزير ثقافي. نعم. يعني أنا عم بعرف تستشرف لك هيدي، ما أنا استشراف، هيدي معلومات. نعم. اجتني معلومات إنه لبنان رح يكون منيح ورح يكون مركز حوار الحضارات. نعم. امتين؟ أنا حكيتها من 10-12 سنة، اليوم عم بيحكوا فيها، أو من سنتين. لا. يعني هاي ببرهن إنه معلوماتي بتسبق كل المعلومات الموجودين. إن شاء الله دائما تكون منيحة المعلومات. أنا رح أقول لك شغلي، لبنان جاي على أيام ممتازة.
لبنان ايام ممتازه. طيب اذا اخذنا جو المصالحه لننتقل منها للحكومه، يعني كل الناس تتامل منا خير، وحتى الكل عم يتاملوا انه كمان تعمم مثل ما قال البطرك ومثل ما قال كل المرجعيات، من اكبر مرجعيه من فخامه رئيس الجمهوريه العماد بشير عون للاخر. اليوم الحكومه الرئيس المكلف بيقول انا بعد موقفي هو ذاته بدكم، الحل مش عندي، الحل انه توزرون بغير مطرح اذا بدكم. سؤال. نعم. ان توزروا بغير مطرح، ما توزروا يعني شو معناتها؟ معناتها فاتوا قعد هويهم. يعني مش مشكلة. يعني هيدا حل. هيدا تقول لك شو. انا ما رح اقول طمع بمركز زيادة، بس هذا منو حكي كتير انا او اللي بيسمع بيهضم. اليوم شو بيقول ديفيد هيل السفير الامريكاني وقت اللي اجى على لبنان؟ قال نحن ضد الفساد وبدنا التغيير. انا بقول لك هودي الحرامية كلهم بلبنان معروفين، لا يفتكر واحد اذا قال هو ضد الفساد وهو حرامي منه معروف اساسا. ما حدا عم بيقول، اكثر اللي بيقولوا ضد الفساد هن اللي ايه، بس الدوره هيك ماشي، الدوره الاقتصاديه. يا اخي يا مهلك شوي، خليني احكي لك كلمتين. شو بدك تسكتني؟ لا تفضل. الامريكان قالوا نحن ضد الفساد وبدنا التغيير، ومثل ما قلت لك كل الحراميه معروفين، ما حدا مخبيهم، هن بيتخبوا باصبعهم ورا اصبعهم، بس الناس شايفه والمخابرات كلها بتعرف. وعملنا لفخامه بالجلسه الماضيه قلت لفخامه الرئيس، رجيته انه عندي 70 ملف بالجرايد مكتوبين عن الفساد وعن الحراميه حقق فيهم. نعم. الامريكان بدهم التغيير. كيف بده يصير التغيير؟ ما بيصير التغيير الا بعد ازمه كبيره، خدها ازمه اقتصاديه، خدها ازمه ما بعرف. انا مشان هيك عم بربط عدم تاليف الوزاره بتغيير الواقع اللبناني السياسي. طيب في ناحيه ثانيه، مش ضروري يكون معي حق، بس هذا رايي. طيب اليوم وقت تتراجع التأثيرات الداخلية والحركة والحراك الداخلي للحل، حل قضية الحكومة، هل يرتفع منسوب التدخل الخارجي إن كان إيراني أو سعودي أو أمريكاني؟ أساساً بدي أقول لك شغلي، نحن أول ما حكينا إنه اللي تحت الطاولة ما بتعرف فيها غير فوق الطاولة على كل المستويات. تاني شيء، ليش مين هون هاللي عم بيشتغل سياسي بيقول انه هو في يعمل؟ لا بس شاطرين انه يلتقطوا الاشارات، اشطر شيء. ما دايما شاطرين بانهم يتلقوا الاشارات، ايام بيتلقوها بطريقه غشما الناس بتفضحهم، ايام بيكونوا غشم بشكل انه ينفضحوا. مشان هيك بيرجعوا بيغيروا مواقفهم، يعني لانه اخر فتره طلعوا يعني هالممثلين بلبنان او من 4-5 سنين لهلا وهذا، انه اشطر ناس بيعرفوا شو في بالخارج او من اشطر ناس حتى يقدروا يتحركوا بين الداخل والخارج. ليك بدون ما تسالني اسامي. لا انا حمار عندكم بالاسامي، انا بقول لك في واحد او اثنين نعم بيعرف، بيعرفوا الباقي شو بينطبق عليهم. شو مره ابو سليم الطبل شو عم بيقول؟ شو قال؟ يا عمي في العالم 6-7 مليار شخص، بس خلينا نحترم. في منهم يعني واحد او اثنين بدير واحد بالمليون اوكي ذكي. طيب وهذا اوكي. والباقيين طيب. قال له طيب. اغبياء. قال له يعني كيف؟ قال له يعني بيفتكروا حالهم عارفين. ممكن هيك، ممكن، انا ما عم بتهم الكل، ممكن. طيب وقت اللي بيجوا تيأسوا الحكومه مثل هلا، يعني هل قد وزير بالزايد او وزير بالناقص ممكن انه يأثر؟ يعني اذا بتجي بتقول له نعمله حكومه ب 12 وزير، شو المشكله اذا 12 او 32؟ لا انا معك بهالموضوع، انا معك ما في شيء بيأثر. طيب معناتها انه حتى لو اخذ وزير زياده او وزير بالناقص ما في شيء بيأثر، لو بس النيه مش هون.
ما الذي حدا النية ما يصير في وزارة ما الذي حدا إلى التفاقم وتراكم الأمور عند ما يسمى هذه العقدة الثالثة والأخيرة؟ مين قال لك إن الأخيرة؟ إذا انحلت يمكن يلاقوا لك عقدة تاني. ما تتأمل بشيء، ما تفتكر في شيء نهائي. يمرر عيد الاستقلال 22 شهر بحكومة تصريف أعمال أو يعني هذه بتسميها يعني كبوة أو نكسة أو عادي، شيء عادي بيمرق بالوطن. لأنه من زمان كانوا يطلعوا يعني قبل ما يتألف الحكومات الباقية كان في أربعة، رئيس مكلف ورئيس تصريف أعمال. لا بعتقد ما راح يصير في برأيي إنه ما في وزارة هلا ما في وزارة. بدك تنطر. استقلال لبنان، ما في بلد ما في دولة بالعالم إلا بتتأثر، حتى أمريكا ممكن تتأثر بالمكسيك أو بتتأثر ما بعرف بشو. هل ممكن يكون في استقلال بالحياة ناجز 100%؟ هون بلبنان؟ لا بلبنان منقول إنه منه ناجز، بس في كتير بلاد منه ناجز. يعني فرنسا بتتأثر بألمانيا، ألمانيا بتتأثر ببلجيكا. ليك في فرق بين يتأثروا وبين الخضوع. هيدي بيتأثر بهيدا وفي مصالح مشتركة وفي كذا، بس ما هي بتقدر تفرض رأيها على هاي وهي تفرض رأيها على هاي. لا نحن كتر خير الله في كثير بيقدروا يفرضوا رأيهم علينا كثير. إن شاء الله خير. أنا أخذ فاصل. واللبنانيين نعم. واللبنانيين منهم مقصرين، كل واحد جايب فريق معه مع سلاحه. إيه بس هو اللبناني يا أما بيكون في عنصر الخوف إنه أنا هذا الفريق بخاف من هذا الفريق، لو ما في شيء يعني بدل عنده خوف دفين او قلق، اذا بدنا نقول قلق دفين يعني ما راح يقتلوا بعضهم، بس بدل عندهم قلق على وجودهم. يا اما ليك بالنتيجة، يا اما في مصالح. بالنتيجه رح خبرك شو المنطقه كلها لتقسيمها بتقسيمات مذهبيه مش طائفيه بس مذهبيه، ولبنان رايح على الفيدرالية. كيف بدك تعمل فيدرالية؟ يعني ابن الكورة ابن رمايش ابن معلش 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 في طريقة فيدرالية. شو جاي شو اجى عمل رئيس جمهورية سويسرا هون؟ يحكي لا مركزية. جاي يعلمنا كيف الفيدرالية، يعطينا درس حكي فيها. حكي باللا مركزية الإدارية. اللا مركزية الإدارية هي كلمة سهلة على الفيدرالية. السفير السويسري السابق اللي فال من سنة والسفيرة اللي اجت من بعده من سنة وكم شهر بيطلعوا كانوا يزوروا كل المناطق، الكورة العكار شرق صيدا جنوب، أخذوا فكرة كيف ممكن تكون اللامركزية الإدارية بلبنان، وأخذوا فكرة سديدة يعني. وقت اللي إجا الرئيس السويسري عن فخامة الرئيس العمل ميشيلون حكي فيها كمان هيدا الموضوع. هلا أنا ما بعرف شو حكيوا من بعضهم، بس أنا بعرف إنه وقت طلع البرلمان، وقت طلع الديمين نعم على الديمين البطرك عزم كل رؤساء الطوائف تيعلموا النوع ندفي. هلا وين الفيدرالية شو بتعمل؟ اول شيء بتحمي لبنان من التقسيم، لانه نحن بالوضع الفيه كل المسؤولين بمدوا ايدهم على الخزينة المسيحية، يعني ما في الا المسيحي مضروب يعني كلهم بدهم يستثمروا ويشرقوا مصرياته بالقليل. بنحفظ مصريات. استاذ جون فرج رح ناخذ فاصل اعلاني وندخل على موضوع اللي صار بالرمل البيضة والطوفان والوضع الاقتصادي، بس بدنا ننهي بالوضع غزة اللي هو مرتبط بكل شارد وارد عم تصير بالمنطقة. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. أستاذ جون فرج مرحب فيك مرة تانية. امبارح شفنا بهالرمل البيضة اللي صار، حدا يعني ما اعترف مش ما نفى انه هو حط بيتون بالمجرير بثلاث مطارح مش بمطرحين. هلا من سنه مطرح من سنتين مطرح ولا صاروا ثلاثه. طيب يعني اليوم اذا اعترف بيقول لك الدوله ما عملت معامل تكرير ما بعرف شو، يعني كانه عم بيقول لك انا اضطريت حط البيتون بهون. يا خيي بدي اسالك شغله. نعم. انت بيقدر يروح عم بالك انه الشيء عم نقول الفساد والسرقه انها هيدي بعيده عن هالظرف؟ أنا بدي خبرك شغلي، الضاحية الجنوبية ونهر الغدير كل سنة في عنا مشكلة فيه، وفي عنا طوافين، وفي مثل ما علق صار بالرمل البيضة. مزبوط أو لا؟ إيه بس الرمل البيضة ما فيها اقتزاز. يا خي عمهلك شوي، ما فيها اقتزاز خميلي ما فيها اقتزاز الرمل البيضة. ليش السنة ما سمعت فيه خبر إنه إيه؟ لا
لأنه ما زبطوا، لأنه جون فرج عم بيشتغل. لأنه يعني إنسان عنده ضمير. بالغدير عم تشتغل هون. نعم أنا مسؤول عن الضاحية، عن تنظيف الضاحية، لأنه إنسان ما بيسرق. هودي كلهم حرامية الباقيين. هلا أول مرة بعرفها. أنا بدي أخده مليون دولار، بمليون دولار امنت الضاحية كلها معنو فيك وربحان، وربحان كمان، ربحان بربح كتر خير الله. الله يزيدها. مين حرامي؟ هودي كلهم الباقيين حرامية، كل واحد داخل بهالموضوع. ليش؟ سؤال، مين اللي مشي للعشور بالإيدن روك؟ تحت وصاية مين كان ماشي ومين اللي كان داعمه؟ هاللي عم بيصبوه. بعدين رئيس بلدية بيروت بيقول بده يحقق لأنه عارف مين اللي عمله. ليش ما بيقول فلان اللي عمله؟ لا لا ما طلع على التلفزيون هيداك يعني. إيه؟ واحد وكيل دفاعه قال انه المجلس يعني الامني يعني والاعمار قال انه لانه ما في محطات تكرير، يعني كانه اعترف انه هن حطوا البيتون. لك يا حبيبي سؤال. نعم نحن هيدا مزبوط اللي قاله بس صح. ما هيدا اللي عم نحكيه انه في مسارب في تغطية. في تغطية عم نحكي انه نعم. انه الهم بس السرقة ما بيقدر ينتج. تقول لك شغلي، بلدية بيروت الموقرة هاي العظيمة مليار دولار نعم حطت نزلت التزام تنظيف هول مجرير، حطوا فئة أولى يعني خمس نجوم بمجلس الإنماء والإعمار، يعني لازم يكون قيمته فوق العشرين مليون دولار. إذا كان قيمته فوق العشرين مليون دولار مزبوط بتكون يا لطيف السعر صار سبعين مرة أعلى، وإذا كان أقل من عشرين مليون حطوه مشان الإدم ما يقدر ينزل عليه، مشان الشغيل ما يقدر علو التصنيف. التصنيف قال لك أنا بدي واحد مصنف بمجلس الإنماء والإعمار فوق العشرين مليون، أنا مصنف لغاية العشرين مليون، يعني المشروع لحد العشرين مليون أنا بقدر أنزل عليه، فوق العشرين مليون ما بقدر أنزل. هلأ أنا ما بقدر أقول لك شو تابع بهلا، يا أما مضخمينه على أساس خلصت المصاري بالدولي ما بقى فيه إلا بالبلدية تيوصلوا لفوق العشرين مليون، يا أما أساساً تحت العشرين مليون وتيقصوني أنا عن الشغل، لأني أنا بقبل يعني أخذ مشروع بربح عادي، بربح الله يعني، بربح حزب الله، حكيناها حزب الله بس بربح الله. هني ما بيقبلوا، هني بدهم ياخذوا كل شيء لألون. بعدين شغلة تانية ولك ترميم وتزبيط وتأهيل الأبنية تبع بلدية بيروت كمان حطوا خمس نجوم. الوضع الاقتصادي يقال انه اذا في شوية نمو، اذا مثلا عملوا حكومة على الثقة بس انه عملوا حكومة، عندك ست اشهر بيقبل الاقتصاد. ليك النمو ببلش لو كنت مديون، لو كنت ليك ليك يا بيك ليك نعم. يا بيك انا بدي اختصر لك كل شيء وقول لك شو تقرير البنك الدولي. نعم اقري مثل ما جاي. زيارة وفد البنك الدولي بالأمس بالحج نعم. وما قاله مسؤولو هذا البنك يشكل فضيحة كبيرة وإدانة واضحة للمسؤولين السياسيين في لبنان. لقد قال نائب رئيس البنك الدولي في الشرق الأوسط فريد بالحاج نعم. إن لبنان دولة متخلفة، ولبنان لا يكتفي فقط بعدم إجراء أي إصلاح بل إنه يتراجع. على سبيل المثال تراجع عشر مراتب في مؤشر ممارسة الأعمال. كما قال بالحج أيضا أن كل دول المنطقة التي يتعامل معها البنك الدولي تحرز تقدما في الإصلاحات إلا لبنان. وعن الكهرباء قال إنه أمر لا يصدق، لقد أهدرنا في البنك الدولي وقتا طويلا بمتابعة هذا الملف وأعطيناه من وقتنا أكثر من أي ملف آخر في العالم، ومع ذلك لا تزال الأمور عالقة في مكانها. وأهم شيء قاله بالحج
أنه لا يجوز الاختباء وراء القول أن لدى لبنان مشاكل سياسية خاصة، إن كل دول المنطقة لديها مشاكل سياسية ومع ذلك تتطور، إلا لبنان كلما زرناه كأن الأمور في مكانها ولم تتحرك. أكثر ما يثير دهشة هذا المسؤول في البنك الدولي أن لبنان يمتلك أفضل كادر بشري، يعني نحن اللبنانية حريصة شو أبضيت شو أبضيت ممتازين كادر بشري في المنطقة وربما في العالم. مؤهلات اللبنانيين يعني واضحة ولا تضاهيها أي مؤهلات أخرى في العالم، ومع ذلك لبنان دولة متخلفة. يعني هذا التقرير يعني طبعا على الصعيد الفردي والخاص مبدعين، ولكن كجماعة وكمؤسسات برأيك حبيبي تقول لك ليه نحن مبدعين كلبنانيين بس المسؤولين عنا مش مبدعين. طب بس ما هو المسؤولين مخربين مخربين نحن عم نجيبهم يعني شو منتخبهم نحن يا خيي 40% مش 20% حكينا لك ايش قال ابو سليم الطبري. نعم نعم. طيب اليوم بدنا نرجع طيب برأيك اذا تألفت الحكومه استاذ جون بتلاقي انه في مجال او في ثقه ترجع العجله يصير فيه نمو اكثر؟ ليك انه التأليف الحكومي بيعطي ارتياح. نعم بس ما بيأثر بشيء، بس بيعطي ثقه، بيعطي ارتياح مش ثقه ارتياح، يعني الناس بترتاح. هالريحه هيدي بتأثر شوي بس مش هي كل شيء. وضع النفسي بس بلبنان يعني حضرتك كمان بتتعاطى بالشأن العام وعندك تعاطي مع هذه الأمور لأنه بحكم شغلك. طيب. ما بتلاقي أنه كل ما يصير شغلة إيجابية بلبنان يعني ها بياخذوا نفس اللبنانية مزبوط؟ كل ما يصير بس ألفوا حكومة بس عملوا انتخابات عملوا مشروع عملوا قانون بتلاقي صار في نفس بيرجع بتحرك بتتحرك العجلة أو الدورة الاقتصادية. لك بدي اقول لك شغلي نحن ما هين عنا ان نتحرك لانه نحن مقفلسين على كل الاصعده. وقت الوزير الماليه بيقول لك الخزينه ما بقى عندي ولا فرنك بالاحتياط، وقت الهدا هودي كلهم بدهم يصرفوا. لك يا عمي عيب عليكم يروقوا على بعض. ما تفتكر انه بيطلع شيء من لا شيء، كل شيء بده يطلع بده يخلف مثله. هالزبالة اللي عنا عم بتخلف زبالة، العنزة بتخلف جدي. طيب حرب غزة ليش فجأة هيك انه عملوا عملية قالوا فشلت؟ ليك انا عندي سؤال لألك. نعم تفضل. اليهود ما اعلنوا دولة اسرائيل دولة يهودية؟ نعم. طيب هلا اليهود فيهم يذبحوا كل الفلسطينية ويكبوهم لا بالبحر؟ لا ما بيقدروا قد بعضهم لأن ما بيقدروا بدهم يطلعوهم من اسرائيل. بيقدروا؟ كيف لكن؟ كيف؟ بيضلوا يضربوا فيهم وبيبعتوهم صاب غزة. وهنا يا خيي بيكحتون مثل ما عم بيكحتون، بيروحوا كلهم غزة رح تكون الدولة الفلسطينية البديلة. مع العريش يعني مع شقف غزة وبيكبروا لها من العريش بيكبروا لها من سيناء. يعني بيشتغلوا على 20 سنة على 30 سنة برأيك؟ شو؟ بيشتغلوا على مش على المدى القريب على المدى المطول. مين بده يشتغل؟ الإسرائيلية. الإسرائيلية محتلين مجموع المحتل محتلين. الإسرائيلية عم بيدرسوا وضعهم باللحظة. اليهود ما هممهم لا أخلاق ولا شيء ولا شيء، هممهم كيف بدهم يأمنوا هني يضلوا مساترين بالمنطقة. خلقوا الصراع السني الشيعي بيريحهم وعلموا إيران تسبهم، فالعرب كلهم يجوا لعندهم خوفة من أو الحرب بالمنطقة بتريحهم. هن اللي بيعملوا الحرب اللي هن بيكونوا مقررينها مش أي حرب. لا دواعش مين وراهم؟ يعني أنت عم تقول يا خيي أنا عم بقول ما كدبت بالجرايد الأمريكان والأمريكان يعني اليهود ما عملوها بالجرايد. دواعش هن اللي يعني كل ما يحطوهم بمطرح بشلوهم من مطرح لمطرح، هن اللي حيحددوا معالم النفوذ بالمنطقة أو رح يساعدوا فيها. لا 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 الدواعش شو عم بيعملوا؟ عم بيخلوا الشعوب العالم تكره السنة، لأنه الدواعش عم بيحكوا باسم السنة والسنة ما عم تعرف مزبوط كيف تعالج هالموضوع أو كيف تدافع. كيف تدافع ما عم تعرف، هيدي المشكلة اللي عندنا. آخر بعد في معنا دقيقة، آخر شيء شو بتقول من هالمنبر أستاذ جون؟
أنا بدي أحكي كلمتين للكورة. تفضل. اليوم بيطلع إنه عندي إنه إجا الاتحاد تبع بلديات الكورة دعي النواب تبع الكورة وبدهم يعملوا شيء للبيئة. نعم. أنا بدي أقول لهم باستثناء جورج عطلة وسليم صادي النواب الحاليين والسابقين. نعم. ما يحرق حريشة تمن سب كلمة أكبر. نعم. ما هني كانوا عم بيقبضوا ثلاث أرباعهم مش كلهم ما بعرف مين ما يمكن ما بعرف بس هني كانوا وقتها هني نفسهم ليش ما وقت اللي كانوا بعز قوتهم يحاربوا شركة الترابي ويمنعوا تلوث البيئة بيقدر حدا يحارب شركة الترابي؟ لا كيف اليوم بدهم يحاربوها؟ ليش اليوم؟ بيقدروا يحاربوا لكن عم بيضحكوا علينا إذا هيك إذا ما بيقدروا عم بيضحكوا علينا أنت بتعرف قديش يعني الأصول المالية والامتدادات المالية لأصحاب يا خيي والله أنا بعرف بس أنا بدي أقول له لابن الكورة أنه توعى 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 لقي لك شي واحد هيك لسانه زفر وبيفهم وقبضاي مثل جون مفرج ولك ايش بدنا من جون مفرج ما في غير جون مفرج انا صار لي اعداء كثير من هالقرط السياسيه اللي بيشتغلوا نحن عم نشكرك من تلفزيون لبنان مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير